العمارة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا هو تراثنا المعماري. هنا أعظم مساجد الكون تزينه روائع الإبداع والفن. من هذه المساجد والباحات التي تفوح بعطر الحضارات نستوحي فنون العمارة من كل مئذنة ومنارة. فعلى نمط قلاعنا التاريخية تشمخ الناطحات في سمائنا البهية، عمارات تعانق السحاب وأبراج كأنها كتاب يبوح بأسرار المعارف للنقوش والزخارف، يجمع بين الأصالة والتجديد ليشيد روائع المعمار. أهلا بكم في الخليج.